إذا السيرفو موتور هو السيرفو موتور بيحتوي فيدباك انترنالي في داخل المحرك في فيدباك عادة بوزيشن إذا هاي الكلمات المهمة في داخله في كنترولر وبداخله في كمان انترنال فيدباك بوزيشن فيدباك بس ممكن يكون كمان سبيد فيدباك. اذا سيرفو موتور هلا في عندنا نوع في نوع نوعين موجودين في موجود دي سي سيرفو موتور وفي اي سي سيرفو موتور. عادة اللي انتم راح تشوفوه اكثر اللي شائع اكثر عندكم هو الدي سي بيكون حجمه صغير بهذا الحجم تقريبا تورك يعني بعطي تورك بس تورك منخفض لكن منتشر الان في الاندستري بشكل كبير في كثير من المصانع منتشر الاي سي سيرفو موتور اذا وايدلي يوزد ان اندستري ولارج لارج سايزز يعني بعطيني توركس عاليه باورز عاليه هذا عاده يوزد باي هوبيست ان ار سي ار سي ريموتلي كنترولد عارفين الطيارات هاي والسفن والاشياء هاي معظمها فيها دي سي سيرفو موتور زي هيك صغير بكون محطوط مثلا بيتحكم بالدفه بالطياره مثلا بيتحكم بدفه الطياره بحرك اشياء معينه بيعطيني زاويه معينه عاده ان ار سي ديفايسز ريموت كنترول ديفايسز اوكي هذا هو فاحتمال ضعيف انك انت تشوف بشغلك بمشاريعك تشوف الاي سي سيرفو موتور لكن الاي سي سيرفو موتور موجود بيكون اي سي اندكشن موتور مثلا مع انترنال فيدباك هلا عاده السيرفو موتور يوجوالي بوزيشن عفوا يوجوالي بوزيشن كنترول يعني بتحكم عاده السيرفو موتور بتحكم في البوزيشن تبعه مش السرعه هلا عاده لو طلعنا على تيبيكال دي سي سيرفو موتور عندنا دي سي موتور دي سي موتور عادة بيكون مشبوك على جيرنج طبعا ممكن يكون بلاستيك او ميتاليك الجيرنج اللي موجود هو طبعا البروفيشنال الاشياء البروفيشنال الكبيره اللي تكون هاي اندستري راح تكون هذا ميتاليك او الانواع اللي بتكون رخيصه بتكون بلاستيك هون الجيرنج الجيرنج راح يعمل ستيب داون فستيب داون جيرنج ايش راح يعمل؟ ستيب داون بالسرعه بقلل السرعه بيرفع التورك فبيرفع التورك وبنزل السرعه وبعدين هون عندي هذا بيكون مشبوك على فيدباك في حاله الانالوج راح يكون هذا عباره عن بوتنشيوميتر فبصير عندي الان هو الدي سي موتور بلف من هون يحرك الجيرنج سيستم الجيرنج سيستم هون راح يتحرك طبعا في ستيب داون فالسرعه راح تكون تنزل السرعه راح يحرك الان بوتنشيوميتر عاده بيكون روتيشنال بوتنشيوميتر يعني في النوع هذا اللي منتشر اذا بتشوف هذا الروتيشنال بوتنشيوميتر اللي هون فبصير عندي لما يلف بتعطيني الروتيشنال بوتنشيوميتر وهذا هون راح تتحرك زاويه هلا عاده هاي الزاويه ترينجز فروم من حوالي 0
180 او احيانا اللي بتعطيني 15 زياده، فتقريبا مرات بتكون من ماينس 15 ل 200 ناقص 15 105، مرات من 0 ل 210، يعني اذا بدي احطها هون كانها 195 بتعطيني من هون الرينج بحدود ال 180 درجه تقريبا، بتعطينا من هون الرينج تبعها. هذا الكلاسيكال. هلا هذا البوزيشن راح يرجع على كنترولر داخلية انترنال كنترولر. راح يروح على انترنال كنترولر من هون، وطبعا انترنال كنترولر راح يدخلها سيجنال من اليوزر، والسيجنال من اليوزر راح يتحدد ثيتا، ثيتا المطلوبة اللي السيستم يوقف عليها. فأنا طالب مثلا زاوية معينة، والسيجنال راح يكون على شكل بلس إلها ويدث كل 20 ملي سكندز. هلا هذه الكنترولر من هون على اساس بناء على العلاقه ما بين الزاويه اللي هون، هي الاكتشوال فاليو، هي الاكتشوال بوزيشن، هي الديزايرد بوزيشن، راح يطلع هون كنترول سيجنال. كنترول سيجنال راح ترجع على المحرك، تتحكم في المحرك، راح يكون شيء بيشبه الاتش بريدج. إذا نطلع على السيستم هذا، عبارة على فكرة هون كنترول كان شفنا هون حكينا إنه فيدباك وإنه كنترولر، التنين هذول هي الفيدباك، بس في جيرنج، في فيري هاي هاي جيرنج ريشيو، يعني هذا ممكن يلف المسافة، وهذا بيساعدني يعني بشغلتين، بنزل السرعة وبرفع التورك، بحسن التورك اللي موجود هون. إذا عندنا بهذا السيستم الآن صار عندي هذا الدي سي موتور هون، عادة هذا الدي سي موتور راح يكون بيرمننت ماجنت. فإذا بدك ترسم هون البيرمننت ماجنت كانت تحط هون هيك نورث وساوث مثلا، من هذا الدي سي موتور تكون مشبوك على الجيرنج، ستيب داون جيرنج، الجيرنج راح ينشبك مع بوتنشيوميتر، عادة بيكون نوع بسيط من البوتنشيوميتر، هذا كله موجود في داخله هلا بتشوفوا الفيديو. والاوتبوت من هذه هون راح يعطيني البوزيشن حسب البوزيشن تبع الشافت، طبعا هذا اتس ليميتد حوالي 180 درجة تقريبا، ابروكسيمتلي 180 ل 210 بهذه الحدود تقريبا، ممكن يعطيني زياده شوي من هون وشوي من هون. الفاليو اللي طلع من هون راح يطلع معه، طبعا هون انا عندي السبلاي اللي اعطيته للمحرك، ولاحظوا هذا المحرك له 3 تيرمينالز بس، 3 تيرمينالز البلس والماينس يعطيني السبلاي، والاشاره اللي بتدخل من اليوزر حتى تحدد الزاويه المطلوبه. فهاي من هون جاي من برا، هي تيرمينال، هي 2 تيرمينال، هي 3 تيرمينالز، يعني هو 3 واير بلس وماينس والسيجنال. هلا الكنترولر بداخلها راح يكون شيء زي بي كنترولر او بي اي كنترولر، ما بعرف ايش حسب اللي موجود فيها، ممكن تكون انالوج ممكن تكون ديجيتال، احتمال هذا يكون السيستم هون انالوج سيستم، انالوج سيرفو، وراح يطلع هون اوتبوت، والاوتبوت هذا راح يتحكم شيء زي الاتش بريدج من هون، بحيث انه يتحكم بالسرعه تبعته، بحيث انه لما بوصل للنقطه المطلوبه راح يوقف من هون. يعني دكتور هو شيء زي الستيبر موتور بس في الكنترولر؟ مش الى حد ما يعني في شبه من الستيبر موتور، بس مبدا عمله مختلف يعني. يعني لاحظ هلا السيرفو موتور لو انا مسكته بعد ما بعثت له السيجنال، وانا بعت له لسه السيجنال، مسكته بايده وعملت له ديستربنس وزحته وتركته، راح يرد يرجع، لانه راح يبين معه انه انحرف عن البوزيشن تبعه اللي موجود هون. اوكي، بس هذا الفيدباك كله داخلي، ما بطلع لي اياه لبرا، ما بعطيني لبرا وين البوزيشن. دكتور داخل الاتش بريد بيكون في عندنا يعني نوع من البي دبليو ام مثلا؟ بده يكون شيء زي هيك، هلا انا ما بعرف السمبل تايبس بيستخدم اتش بريدج وبالس ويث موديليشن ولا بيستخدم ترانزستور وبيعمل له انالوج، هذا ما بعرف، انا مش متاكد، لانه هذا لسه اسمه انالوج سيرفو مش ديجيتال، هذا مش ديجيتال سيرفو، في ديجيتال سيرفو طلعت بعدين متطور اكثر من هذا وبروجرامبل. هلا انا مش متاكد انه هو فعلا في اتش بريدج ولا في نوع من الدرايف، الدرايف سيستم، لان انا ممكن اتحكم في دي سي موتور على فكره. ممكن اتحكم بدي سي موتور ببساطه بالاكتف ريجن. مضبوط؟ بس طبعا رح يحمى هذا الترانزستور معي. انا ممكن اتحكم بستيبر بدي سي موتور بالاكتف ريجن. بس طبعا هذا رح يصير فيه حراره على المنطقي اكثر اني اتحكم فيه باتش بريدج، بس انا ما بعرف، انا مش متاكد في داخله التفاصيل الداخليه اللي موجوده فيه.
اذا هلا حتى نتحكم في هذا لازم نبعث الريفرش سيجنال. هلا راح احكي عن هاي الريفرش سيجنال اللي موجوده هون.